عدد كبير من الغيابات والوجوه الجديدة بتظهر في قائمة المنتخب في مواجهة موريتانيا، وده في إطار تصفيات أمم إفريقيا، ما يسبب حالة من الجدل. ما هي قائمة المنتخب وأيضا ما سبب هذه الغيابات والتغييرات؟ التفاصيل الكاملة نعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتنا. حالة من الجدل أثيرت بعد صدور قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا، وده بسبب الغيابات والوجوه الجديدة اللي ظهرت في قائمة حسام حسن. كمان من المقرر أن بيواجه المنتخب موريتانيا في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا، وده يوم 11 و15 أكتوبر الجاري. قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم شهدت عدد كبير من المفاجآت، وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استبعاد 5 لاعبين من القوام الأساسي لمنتخب الفراعنة، وتكونت القائمة من محمد الشناوي، المهدي سليمان، ومحمد عواد، ومصطفى شوبير في حراسة المرمى. أما في الدفاع فكان رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بجهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، ومحمد شحاتة، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عيد. كمان خط الوسط بيكون فيه حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، ونبيل عماد، ومحمود حسن تريزيجيه، وعمر مرموش، ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي، وإبراهيم عادل. وأخيرا خط الهجوم بيكون فيه مصطفى محمد وأسامة فيصل. وبالفعل مشاهدينا، قرر حسام حسن المدير الفني استبعاد أحمد حجازي لاعب فريق نيوم السعوديين بسبب الخلاف اللي حصل ما بينهم، وده كان خلال آخر معسكر للمنتخب. كمان بسبب استبعاد اللاعب من المعسكر بعد المشاداة على اللي حصلت ما بين الطرفين على دكة البدلاء في لقاء الرأس الأخضر. أما عن غياب محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، فغاب عن قائمة اللاعبين اللي أعلنها حسام حسن لمباراتي موريتانيا، وده كان لأسباب فنية بجانب استبعاد إمام عاشور وأكرم توفيق، وده طبعا بسبب تراجع مستواهم الفني مع الأهلي. أيضا غاب محمد هاني بعد إصابته في الركبة. الإعلامي أحمد شوبير قال في تصريحات إن إمام عاشور خرج مصاب في المعسكر الماضي للمنتخب، لكن الإصابة كانت خفيفة، وشعر أنه لن يشارك بشكل أساسي في مباراة بوتسوانا الماضية، وأنه قال للطبيب الخاص بالمنتخب زي ما احنا عارفين أنه هو فضل المغادرة للمعسكر، وبناء عليه قرر حسام حسن عدم استدعائه للمعسكر الجاري. من ناحية تانية بتشهد القائمة عودة محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وده بجانب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي الى تلقي دعوة في سبتمبر، لكن تم الاتفاق على عدم انضمامه للمعسكر بسبب التزامن ما بينه مع بداية مشواره في فريقه الجديد في سبتمبر الماضي. عواد شارك في مباراة واحدة مع الزمالك ساهم فيها بفوز فريقه بركلات الترجيح على الأهلي ليتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي. على جانب آخر، خاض عبد المنعم مباريتين مع نيس في الدوري الفرنسي منذ موعد انتهاء التوقف الدوري الماضي، وشارك في الخسارة 2-0 أمام مارسيليا. كمان كان في تعادل سلبي مع لانس، وفي الفترة دي غاب مدافع الأهلي السابق عن مباراتين لفريقه أمام سانتيتان في الدوري الفرنسي وريال سويسداد في الدوري الأوروبي، وخاض النني أيضا مباراتين مع الجزيرة في الدوري الإماراتي، لكنهم خسروا أمام الشارقة 4-0 وفازوا 1-3 على النصر، ولعب أمام عاشور مع الأهلي في الفوز مرتين على الكيني بنفس النتيجة 0-3 في الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. ده طبعا غير مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك. وأخيرا شارك حجازي في مباريتين مع نيوما بدوري الدرجة الأولى، وذلك في التعادل 1-1 والفوز 2-3 على النجم.
مشاهدينا، هذه كانت آخر المستجدات أو التحضيرات وقائمة حسام حسن. نشكركم على حسن المتابعة، وما زلنا نتابع مع حضرتكم كل جديد، وإلى اللقاء.